خبرني سيد إسلام، كيف كانت العصفورية معك؟ إيه والله انبسطت كتير هونيك دكتور، التقيت هونيك بكتير من جماعتي وكنا كل يوم عم نتسلى ونلعب ورق وطاولة زهر. بس بعد ما طلعت يا أخي تفاجأت كتير. بشو؟ ولك جماعتي ماليين البلد، وين ما عم تطلع بتشوف مسلمين، ما شاء الله ما شاء الله. ايه ايه، ليش ما سمعت بالأخبار انه جماعتك اجوا أفواجا على الغرب حتى يقدموا لجوء؟ لا والله بالعصفورية كنا مقطوعين عن العالم دكتور، لا تلفزيون ولا راديو. بس بدك الصراحة جيد جماعتي لهون حلوة ومش حلوة. إيه شو بيحليها وشو ما بيحليها بقى؟ كويس انهم يجوا لهون ويكتروا المسلمين واسلموا البلد، ومش كويس اذا اندمجوا بالمجتمع الكافر. غريب اني ما قابلت ولا واحد من هدول المندمجين، وانت مندمج سيد اسلام؟ حكيتك بالماضي انه انا ما بدي اندمج بهالمجتمع، شو نسيت دكتور؟ ايه بعرف حكياتك، بعدهم عم يطنوا براسي، يعني بدك تضل هون بس بدون اندماج. ايه والله محتار دكتور، ويلي ضل ويلي اهجر. بدي اهجر لاني خايف على العائلة من الاندماج، وبدي ضل حتى قيم الدعوة واسلم البلد. وشو بيقول الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فمن الأصول أن المسلم لا يقيم إلا في دار الإسلام، والعلماء أجازوا للمسلم الإقامة في دار الحرب أي بلاد الكفر إذا كان يستطيع إظهار دينه فيها، وإلا فعليه الهجرة منها. وبيقول ابن الشافعي في هاي المسألة. عندك ابن اسمه شافعي؟ ايه ايه، عندي 4 أولاد دكتور، شافعي وحنبلي وحنفي ومالكي، وكل واحد له رأي بهاي المسألة، بس أحسن شيء رأي الشافعي. بيقول: من قدر على الامتناع والاعتزال في دار الكفر، يعني اللي بيقدر يصمد ويمارس دينه وما يندمج بالمجتمع الكافر، كان مقامه واجبا لأن محله دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا. يعني أي جماعة مسلمة في أي بلد من البلاد المش إسلامية تقدر تحمي دينها ونفسها وعرضها ومالها، فإنه يحرم الخروج من هذا البلد ويجب البقاء فيه. إيوة، يعني هلأ الغرب صار تبعكم وما لازم تتركوه، لأنه إذا تركتوه لأصحابه مش منيح. طبعا مش منيح دكتور، لازم يشكروا الله انه نحن اجينا لهالبلد وجبنا الاسلام معنا. يعني بدك تروح على السعودية؟ لا، بدي اهجر على اسلامستان، جمدة عشستان وقاعدستان وبوكو حرمستان. ايوه، وشو بدك تعمل هونيك؟ الجهاد في سبيل الله دكتور. ترتاح وتريح سيد اسلام، اكيد راح تشتاق لي مو هيك؟ ايه ايه طبعا، كيف لكان؟ ليش فينا نعيش بدونك؟ هلا عرفت قيمتي ايه؟